برحب بكم من جديد مشاهدينا. النهارده هنتكلم عن التكنولوجيا، الأنظمة الذكية بتساعدنا إن حياتنا اليومية تكون سهلة وسلسة، لأن تقدر بالأجهزة الذكية توفر وقتك وجهدك، وبالتكنولوجيا تقدر دلوقتي تتحكم في كل حاجة. تقدر دلوقتي تدخل بيتك وتتحكم في درجة حرارته، تقدر تتحكم كمان في، يعني عايز أقول، رفع الستاير، فصل الكهرباء، التلفزيون، كل ده بأبليكيشن على الموبايل، وتشغيلها تمام يعني من خلال اي موبايل، من غير ابلكيشن بيتحمل على الموبايل، وحاجات كتير عن السمارت هوم وغيرها وهنعرفها كتير. مع ضيفي الاستاذ اسلام رمضان، المدير التنفيذي لشركه الفتح للانظمه الذكيه. برحب بحضرتك، أهلا بيك. اهلا بيك. في البدايه كده عرفنا اكتر عن الشركه. ايه والله شركة الفتح الأنظمة الذكية هي شركة متطورة في أنظمة السمارت هوم والإنتركم والساوند سيستم وأجهزة الحضور والانصراف وشبكات الإنترنت وأجهزة إنذار السرقة والسنترال الداخلي والأكسس كنترول وكاميرات المراقبة. إحنا بنطور من نفسنا دايما عشان نواكب التكنولوجيا المعاصرة. إحنا أنشأنا الشركة من 5 سنين، بدأته من 5 سنين. من 5 سنين والحمد لله عندنا عملاء كتير ويعني بيشكروا في شغلنا جدا لا ما شاء الله، عندك خدمات كتير. الحمد انا لله. عايزك تشرح لي كل خدمة بقى، يعني ايه نعمية. الخدمات اللي بتقدمها الشركة، احكي لي كده. اول حاجة نتكلم عن السمارت هوم. زي ما حضرتك شرحت في المقدمة كده، هي السمارت هوم بيتحكم في اي حاجة في بيتك عن طريق الموبايل او عن طريق شاشة تاتش تعلقها في الحيطة او تحطها على ترابيزة او عن طريق الصوت. تقدر تتحكم في الإضاءة، تتحكم في التكييف، تتحكم في الستاير، تتحكم في فتح الأبواب وغلق الأبواب، تتحكم في أي حاجة حرفيا في بيتك. يعني هو نظام ترفيهي ونظام تأميني في نفس الوقت. الانتركم الانتركم هو مشهور في العماير بالأخص لأنه بيبقى في وحدة رئيسية تحت وفي سماعة في كل شقة. الضيف أو الديليفرز عاد بيجي تحت بيرن على شقة معينة، بتقدر تكلمه تعرف هو مين قبل ما تفتح له الباب. دلوقتي الموضوع اتطور بقى، الموضوع فيه كاميرا تقدر تشوفه وتكلمه صوت وصورة، وتقدر كمان تكلمه عن طريق الموبايل حتى لو انت بره البيت وتفتح له الباب او ما تفتحوش. كمان يعني كمان انا اقدر وهو بيرن عليا الجرس اقدر اكلمه في التليفون تقدر كده. تكلمه في التليفون صوت وصورة، بتقدموا الخدمة دي؟ موجودة متاحة. كنت قلت لي تقريبا في خدمة ثالثة على اللي هي الساوند سيستم تقريبا. خدمة ساوند سيستم هي مشهورة في الشقق عموما والشركات. دلوقتي الموضوع اتطور في موضوع الساوند، ان انت تقدر تتحكم في الساوند عن طريق الموبايل حتى لو بره البيت كمان، وبأنقى صوت ما شاء الله، وبركبه باحترافية عالية وما بنسيبلكش اي اثر في المكان، لا كابلات ولا اي حاجة. كل في حاجات وايرلس وفي حاجات بسلك مخفية. ده عظيم. ده شبكات الانترنت ايه؟ شبكات الانترنت سواء كانت بكابلات او من غير كابلات دي بتستخدم في الفلل او الشركات او المصانع. عشان بتعمل ايه؟ دي تقدر توصل كل الاجهزه اللي عندك عن طريق الانترنت، سواء كمبيوتر او الموبايل او الشاشات. دي مهمه جدا في عصرنا الحالي، ما تقدرش تستغنى عنها. كنت قلت لي اجهزه تقريبا الحضور والانصراف، الحضور والانصراف. كان مشهور زمان موضوع اجهزه البصمه، دلوقتي الموضوع اتطور جدا، تقدر تسجل حضورك وانصرافك عن طريق البصمه او الكارت او الوش او حدقه العين. يعني عندك تقدر تحافظ على الشركه عندك والموظفين اللي داخل واللي طالع، جه امتى ومشي امتى، وتحسب له مرتباته بالظبط. المشكلة دي مش هنعرف نزوغ بعد كده من الشغل. ما فيش تزويق دلوقتي. في خدمة عندنا ان انت تقدر تبصم عن طريق الموبايل، مش لازم يكون في جهاز بصمة ولا اي حاجة. ازاي ده؟ عن طريق الموبايل بننزل لك ابلكيشن على الموبايل حضرتك وموبايل الموظف، مجرد دخوله المكان بيتحسب له بصمة حضور، ما يقدرش يتحرك من المكان اللي هو في مكان شغله. فدي اجهزة تقنية جديدة. الانصراف والحضور، احنا خلاص اتكلمنا احنا على خلاص الحضور قلناها. والانصراف. السنترال الداخلي، ايه السنترال الداخلي ده؟ السنترال الداخلي ديات بتبقى التليفونات اللي زي التليفون العادي الارضي، بيكون موجود في كل مكتب او كل غرفة، تقدر تكلم اي غرفة تاني مجرد ترفع السماعة وتطلب الرقم بدون ما يكون فيه تليفون ارضي او اي حاجة من الشركة. يعني بتسهل عليك بتوفر في الوقت والجهد، بدل ما تروح المكتب التاني وتقول لزميلك حاجة، لا بترفع السماعة وتكلمه وتقول له عليها، جميل ده. وتقدر تطلب أي حاجة من المطبخ مثلا. حاجة ما شاء الله ممتازة. ما شاء الله.
كاميرات المراقبة. كاميرات المراقبة، الأول كان موضوع كاميرات المراقبة ده يعني كل ما تاجي تراجع كاميرات مراقبة ولا حاجة تقول لك إيه الملامح مش باينة. دلوقتي الموضوع اتطور والجودة بقت أعلى، تقدر تشوف الملامح وتقدر تعد الأشخاص وتقدر تحسب مخالفات العربيات. كلمني طيب على الشركة بتاعتك، انتوا بتوردوا يعني انتوا بتوردوا الأجهزة ولا بتروحوا تركبوها انتوا بنفسكم؟ احنا بنورد وبنركب وبنقدم افضل خدمة في الشركة عندنا، التوريد وتركيب، بتعملوا خدمتين يعني، الخدمتين بتوردوا التوريد وكمان بتركبوا. والتركيب. ايه اللي بيميز شركتك عن اي شركة تانية؟ يعني شركات طبعا يعني شركات في التخصص ده كتيرة، ايه اللي بيميز شركتك انت عن الشركات التانية؟ والله احنا شركتنا بيميزها الدعم الفني وخدمة ما بعد البيع. احنا عندنا دعم فني 24 ساعة، وعندنا خدمة ما بعد البيع، ما وعندنا بعد البيع دي اللي هي الضمان صح كده؟ الضمان، اه وكمان الصيانة اونلاين. ديت حاجة مميزة عندنا مش موجودة في اي شركة تانية. اشرحها لنا دي. احنا عندنا بنقدر نحللك معظم المشاكل او 90% من المشاكل اونلاين عن طريق اجهزتنا، بدون ما نعمل اي زيارة للعميل. يعني المشاكل البسيطة او اللي بتحتاج زيارة، مثلا كابل فصل او كهرباء قطعت او حاجة اتحرقت، بس بتبقوا مع بنغيرها العميل اونلاين لحظة بلحظة. لحظة بلحظة. احنا بنعمل له متابعة شهرية مجانية عن طريق الاونلاين. عايزك بس كلمة أخيرة تقولها للمشاهد. احنا بين دلوقتي كاميرات المخفية بحذر منها المشاهدين جدا، لان بتبقى موجودة في اماكن كتير. يعني اكتر الاماكن اللي موجود فيها اماكن تغيير الملابس، بتبقى على شكل شماعة او أنا شكل شاحن. حابب اضيف نقطة كمان، ان احنا دلوقتي شغالين في الطاقة الشمسية بجميع انظمتها، من اكبر نظام لاقل نظام. انا والله كنت نفسي اقعد معاك اكتر من كده، بس يعني للاسف انتهى وقت حلقتنا، ونشوفك ان شاء الله في حلقة تانية. كان معكم احمد حسن، الى اللقاء.